بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في خدمة دروس للصف السادس الابتدائي، أتواصل كتابيا وصف شخصية. بداية، بنية نص وصف الشخصية تشمل 4 جوانب، فما هي؟ نجيب عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على هذا التساؤل. بارك الله فيكم. 4 جوانب هي: أولا، التعريف بالشخصية، اسمها، عمرها، مهنتها، مولدها. ثانيا، الصفات الجسمية، مستدير الوجه مثلا، طويل القامة، أشقر، وهكذا. ثالثا، الصفات الخلقية، مثلا كريم، صادق، ودود، سريع الغضب، إلى غيرها من الصفات. رابعا، مشاعر الواصف تجاه الموصوف، الذي يصف مشاعره تجاه هذا الذي يصفه، مثلا يقول: حقا إنه شخصية محبوبة ومتواضعة. ألف، أصف شخصية خيالية أو شخصية أعرفها: أبي، أخي، معلمي، ب8 صفات، وأكتبها في الدوائر الثماني. نختار أحد هؤلاء الثلاثة: الأب أو الأخ أو المعلم، فماذا تختار؟ أحسنت، أصف شخصية أعرفها: معلمي مثلا، فأقول: أكتب اسم الشخصية في الدائرة المركزية هنا، ثم الصفات الثمان في هذه الدوائر، هكذا. أحسنتم، في الدائرة المركزية أصف معلمي، فأقول: هو ودود، متعاون، مخلص، ذكي، صادق، متواضع، عطوف، كريم. جيم، أضع كل صفة مما سبق في جملة مفيدة، هي 8 صفات ونريدها أن تكون في جمل مفيدة. هيا، بارك الله فيكم. معلمي يعطف على الفقير قبل الغني. معلمي يتميز بذكاء حاد يمكنه من حل جميع المسائل المستعصية. معلمي بالرغم من ثرائه فهو متواضع. معلمي صادق في جميع حواراته. هذه 4 صفات، وإليكم 4 صفات التالية: معلمي مخلص للغاية في أداء عمله. معلمي يتميز بكرم كبير. معلمي ودود جدا مع تلاميذه. معلمي يتعاون معنا على حل الواجبات. أربط بين الجمل الثماني لأكون فقرة من 4 أسطر. مستعدون؟ أحسنتم. نقول: في مدرستي لدي معلم يتميز بالعديد من الصفات، فهو ودود جدا أثناء تعامله معنا. يعطف على الفقير قبل الغني. يتميز بذكاء حاد يمكنه من حل جميع المسائل المستعصية. صادق في جميع حواراته، وبالرغم من ثرائه فهو متواضع. ويتميز كذلك بكرم كبير. معلمي مخلص للغاية في عمله، ويتعاون مع طلابه على حل الواجبات. بارك الله فيكم. الآن أصف شخصا، رجلا أو امرأة له تأثير في حياة أبي، أمي، معلمي، أحد أقاربي. لنختار مثلا أبي، فنقول حتى نصفه: اسمه عبد الله، عمره 40 عاما، يعمل طبيبا، طويل معتدل القامة، وجسد رياضي، وصدر عريض، مفتول العضلات، شعره أسود إلا من بعض شعرات بيضاء تنيره بالوقار، عريض الجبهة. أبي ذو بشرة سمراء،
مشرقة بحمرة جميلة، وعينين بنيتين، أبي عطوف حنون علينا، كريم يساعد المحتاج، ودود ذو ابتسامة مطمئنة، محب للخير، أنا أحبه وأحترمه وأقتدي به. والآن أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أستفيد من الرصيد اللغوي التالي في وصف شخصية. سنضع هنا صفات ونستفيد منها في وصف شخصية ما. التعريف بالشخصية: اسمه، عمره، مهنته، سكنه. أما الصفات فهي مثلا: لي صديق اسمه أحمد، خالي في 50 من عمره، أمي جاوزت 46 من عمرها، معلمي كهل وقور، ابن عمي في 39 من عمره، يعمل مهندسا في شركة، يسكن في البيت المجاور لنا. أيضا من الصفات صفاته الجسمية، فنقول مثلا: قامته ممشوقة، طلعته مهيبة بهية، وجهه مشرق، لحيته كثة ناعمة، عينه واسعة، قصير القامة، طويل، معتدل الطول، نحيف الجسم، سمين، بدين، أصلع الرأس، شعره أسود، مجعد، ضخم الرأس، مستدير الوجه. أخلاقه وطباعه: كريم الخلق، هادئ الطباع، طلق المحية، نفسه طيبة، سريع الغضب، يحب مساعدة الآخرين، واسع المعرفة. ملابسه: يفضل ارتداء الشماغ الأحمر، يلبس عقالا عريضا، مشلحه أسود، ثوبه أبيض، ملابسها طويلة الأكمام إن كنا نتكلم عن امرأة. عمامته بيضاء، يلبس عادة ثوبا ملونا، ترتدي الحجاب. شعوري نحوه: معلمي يحسن معاملتي ويتعهدني بالتوجيه والرعاية، فشعرت نحوه بحب واحترام، إني معجب بأبي وشخصيته، وأدعو الله أن يحفظه من كل مكروه، إنه مثلي الأعلى في الجد والدراسة. ملخص الدرس: بنية نص وصف الشخصية، التعريف بالشخصية، الصفات الجسمية، الصفات الخلقية، مشاعر الواصف.